أهلا وسهلا أهلا وسهلا. من سيربح المليون؟ تتذكروا هديك المهضوم المصري يلي خبصت سيارات وخمسين ألف جنيه، راح وقف قدام الترين، أهلا بمليون الجنيه، خلي يخبصني الترين هلا. وهيك أبو العبد كان معزوم على عشاء بقصر واحد غني كتير، قال له ليكو ببركة السباحة حاطي التمسيح يلي بينزل شوف شو راح يصير، مليون دولار من المال يلي بيقدر يقطع البركة كلها سباحة بين التمسيح يلي بمر بيناتهم هيك بالدلال، أو إذا ما بده مال بتعهد إنه بجوزه بنتي ست الحسن والجمال. فجأة ما لقي المدعوين إلا أبو العبد بنط على البركة وبيقطع سباحة من أولها لأخرى، تمسيح كله نونيك عيب الشوم تبهو نط معها كلها من أول للآخر. المليونير والمدعوين اندهشوا من شجاعة أبو العبد وبلش التصفيق من جر وغميق، أخيلك لأبو العبد جيبوه جيبوه تعالوا يسهر معنا الليلة. المليونير تقدم من أبو العبد وصافح وشد كتير على إيديه وخيروا بين أنه يسلموا شيك بالمليون دولار أو يزوجوا بنته يلي مثل القمر. بس أبو العبد من شهين تعتذر وقال له للمليونير يا قي أنا ما بدي منك شي مع الشكر، لا بدي المليون تبعك ولا بدي يكون عريس بنتك المنتظر، أنا بس بدي أعرف مين هو الأخ الشرموطة يلي دفشني على البركة. رح طق يا زلمة تعرف مين من هو الأخ الشرموطة اللي دفشني. وهيك واحد قال وقع ولد بالبركة وما كان حدا يسترجي ينزل يخلصه، ما شافه إلا أبو العبد دايك، بعدين طلع بدنا نكرمه، قال له ما تكرموني بس من هو الأخ الشرموطة اللي دفشني. كل واحد أوقات ما بيكون عارف كيف يعني بدها تجي هالنكتة المهضومة بلا بتجي. نعم أبو العبد هالمرة راح لعند الطبيب قال له ليك بدك تنط بعد ست شهور. أبو العبد زعلان وقعد على القهوة، سألوا الأصحاب شو مالك يا أبو العبد؟ قال لهم عندي إيدز، عندي سيدة ورح موت كمان بعد ست شهور. صارت كل الناس تكش منه وتحكي القصة، وصل الخبر للدكتور سأل أبو العبد ولي أنا قلت لك سرطان ولا إيدز ولا شيء؟ قال له شو يعني بدك من بعد ما موت الحارة كلها تنيك أم العبد؟ طمن باله إنه ما حدا بده يدق له بمرته ميت وكتير الحشرة يعني كأنها هي ناطرتك. هالمرة أبو العبد اشتغل سواق تاكسي بلندن وطلعت مرة لعنده منا لبسة تيابة عما من أكسفورد ستريت وهيك. أبو العبد صار يطلع فيها من فوق لتحت، قال لي شو بحكيتك ما شفت مرة من غير ملابس؟ قال لي شفت بس بدي أعرف من وين بدك تدفعي لي الحساب يعني أنه هو ناطر الحساب أو منين رح تدفع لي. أبو العبد عم بيغازل مرته وقال لها بتعرفي لو انك بالهند لعبدوك، يعني انا يعني ملاك يا عمري. قال لا لانك بقرة بيعبدوا البقر. طبعا في قصص بتصير معنا بس ما فيك تلون، بدك تكون لطيف ومؤدب تتقولها. في رجال عمره حوالي 100 سنة عم بيحكي قصته للحكيم مبسوط كتير، عم بيقول له يا حكيم انا مرتي عمري 20 سنة وهلأ حامل. طلع هيك الطبيب شو بدي قله؟ قال له ايه ذكرتني في واحد بده يروح هالقصة رح خبرك اياها. واحد في صيد رح على الغابة مشان يصيد نمر، بس بدل ما ياخد معه البارودة قام اخذ معه الشمسية. راح الصيد على الغابة لما شاف النمر طلع الشمسية وصوبها على النمر طخ 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 النمر وقع ومي. رد الخديان مستحيل يا حكيم هيدي اكيد في حدا تاني طخ النمر. يا عيني عليك قال له فهمت فائزان مين اللي تخلك مرتك وحب لك إياها انت يا بهلي. تتذكروا لما قالت له انا بحبك كتير وبدي اتجوزك؟ قال لها ليكي بس انا ماني مثل صاحبي، يعني صاحبي عمر عنده سيارة وعنده بيت وعنده هيك بس بحساب بالبنك وبدي غني هيك بحبك، بس أنا بحبك من قلبي وما عندي شيء هيك. قالت له إذا بتحبني حقيقة عرفني على عمر. هون المصلحة. ووحدة كمان حب رجال وقال له ليكي أنا ناطي بس بي بدي يموت 200 مليون دولار بدي أورث منه ما تخافي معي. تاني يوم تجوزت بيه. فإذا اليوم الزواج هو من الجيب للجيب مصالح ما في مصالحة، والزواج هو عقد نكاح وهو نصف الدين. وقالوا له للحبيب شو الدين؟ قال له المعاملة الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق
ما بقى في أخلاق، راحت الأخلاق، صارت بأفراد. إن شاء الله نكون منهم. طالما بعدك بالمجتمع، لا منك منهم، بدك عن الناس معزلة، أو بدك تكون قوي بقوة المسيح وبقوة هالأنبياء. أنا لست من هذا العالم، مارق مرق الطريق بين البشر، بتشتغل معهم وبتعاملهم بلغة الدنيا وبلغة الأرض، بس عارف حالك إنك كنت مرور الكرام على هالجسر. أنا ما عندي هالتهذيب الاجتماعي وما في مساوي، انعزلت عن الناس وبتمنى أعيش بجماعة ما يكون فيها ولا عربي ولا مسلم. سامحوني، لأنه مطرح ما بلاقي في عربي ومسلم نادراً، بيجيب كل وسخه معه وبده مئات السنين تينظفها. بس برجع بقول، وأنا عربية وأنا مسلمة وبإسلام الفطرة وعشت مع كل الجماعات، بس فوت على أي جماعة فوت على المطبخ، أعرف حالي أنه بعرف أطبخ كنس ومسح وإجلي. ولا مرة فكرت أخذ مركز، لأنه هونيك ما في مراكز، ما في مراتب، ما في رتبة، يعني بتدفع تشتغل، بتدفع تعيش. في منهم لا بتفوت ما بتشوف الميل، لا أنت ولا هني، بس بتزرع بشا مثل من زمني. بس لما نيجي واحد عربي هلأ ومسلم بنا خاص كلهم بخافوا. إن شاء الله رح تشوفوا بكرة منطقة بالهند جوا جنة على الأرض عم بيعملوا، ورح يفضوا عرب ومسلمين. وبس عرفوا الناس إنه رح يقبلوا من مكان، في كتار خافوا قالوا ما منجي إذا بتاخدوا عرب ومسلمين. وأنا كمان قلت ما بجي، بنتركن سنة اثنين ثلاثة، لأنه عايش مع العرب كل واحد بيعرف وسخ بيته. ما بدي، ما عندي، لأن ما رح فيني ما عامله مثل نفسي لهالعربي، خاصة بالغربة. يعني إن الغريب للغريب قريب ونسيب، بعدين بتشوف طعمك بظهرك. أولد جولد، النكتة مهما كانت قديمة بتضل مثل الخمرة. قال المدرسة عم تسأل طلابة بالصف، قالوا لعطوني اسم دواء، قالوا لي لشو بيتاخدوا؟ قال بناخد أسبرين يا معلمة. برافو، لشو بتاخد الأسبرين؟ لوجع الجسم. شطورة. مين كمان؟ بانادول. ليش بتاخدوا بانادول؟ لوجع الراس، عفاكم. ومين كمان؟ من الطالب بيقول فياجرا. العلمة هيك بتتلبك شو بدي احكي هيدا. قلت له شو بياخدوا؟ قال للإسهال. وكيف عرفت؟ لأنه أمي بتضلها تقول له لبي خذ لك حبة فياجرا بركي بيوقف هالخرة. نعم مهضومة. يا حبيب قلبي، رجل بالثمانين من عمره كان يعاني من عدم التبول، راح لعند الطبيب عمل له عملية بالمتانة، وبس فق الرجل أعطاه الطبيب الفاتورة. بكي الرجل، قال له للطبيب ليش عم تبكي؟ إذا كانت الفاتورة كثيرة أنا بعمل لك خصم. قال له الرجل للطبيب أنا أبكي لأن الله أنعم علي بنعمة التبول 70 عام وما بعث لي فاتورة. يا حبيب قلبي شو في حكمة؟ أنعم علي 75 سنة ولا أعطاني أي فاتورة، شو عم بعمل وقت؟ قال لي جسدك عليك حق، كيف باكل، كيف بلبس، كيف بشرب، كيف بنام، كيف بمشي، شو عم بعمل؟ هاي أمي الأرض، شو عملت لها؟ شو عطيتها؟ هاي دي عمة النحلة، وكل شجرة وكل عصفور وكل برغشة. عندي برغش بالبيت، ما حبيت إني رش أبدا، لأن قلت لا مش برغش، هيك شي مدري فرافير صغيرة بتجي، لأنه في زريعة وما برش الزريعة. بس بقول لهم اطلعوا من البيت، يعني بحكيهم ما بدي ادعسكم، لاني عرفت انه هيدا عم بأذي بشر. قال لي اللي بيحرق كتاب حرق انسان. شو عملنا بالاسكندرية؟ وين المكتبة؟ شو عملنا بالبشر؟ شو عم نعمل بغزة؟ شو عم نعمل بهالاطفال؟ كلنا مسؤولين. شو بدنا نعمل تنغير؟ بدي غير نفسي. بس أنا ضوي أنديلي وأنت ضوي أنديلك، صرنا اثنين. بتتذكروا اللي كان ماشي على البحر؟ لا شاب صغير ستار فيش أو دي هيك النجمة سب. قال له شو عم تعمل؟ ملاك قديش فيها هونيك؟ قال له it makes a difference with this one. على القليلة هي رجعتها وهي رجعتها، يلا صار في فرق شوي. إذا بنتعاون أنا وأنت، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، تنضف المدينة. فإذا بتنور المدينة بأعمالنا وبالنوايا،
صوموا تصحوا، ما قال صوموا عن الطعام، قال كتب الزنا على ابن آدم بكل حواسنا. بس يجي لينا الشيطان اللي يجربنا، بيغلبنا أكثر الأوقات اللي عبادك الصالحين. بس إذا بس يغلبني ما بحس بذنب، بحس بفرح وبقول له أنا بحبك، الله خلقك تتقويني. نعم. قال ضابط عم بيقول له للعسكري رح يبعتك على السجن لأنك فشلت في امتحان التخفي، لازم تتخفى، أنا بعتك توقف وما حدا اصحى تتحرك، لازم تكون بالمخفي. قال له العسكري يا سيدنا أنا موهت نفسي بأغصان الأشجار وقفت ثابت وما تحركت كأني شجرة، ولكنك تحركت. صحيح يا سيدنا تحركت، أنا وقف مكاني إجا واحد وحبيبته وباسة ما تحركت، شلحت يابا ما تحركت، نام معه ما تحركت، لكن يا سيدنا إنه يجوا يحفروا أسماء على طيزة ما تحملت، تحركت، فكروا شجرة متخفة عم يحفروا له اسمه هونيك. بحفر اسمك يا حبيبي على رمل الطريق. نعم، مين بعده بيحفر على رمل الطريق؟ على الحجر. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ما بقى فيه لا علم في الصغر ولا بالكبر. يا حبيب قلبي يا حبيبي، شوف قال راح ابو العبد، حلو كثير. ها راح ابو العبد يسلم على ابو صطيف برجوعه من السفر، بس شافه سألوا لك ابو صطيف شو جبت معك من فرنسا؟ قال له انا رحت جبت لك تحفة غريبة كثير وهنافة، جبت عوينات سحرية بخليك تشوف النسوين بالزلط. قام ابو العبد قال له لك يا ابو صطيف عم تضحك علي بهالكبرة؟ رد عليه ابو صطيف قال له خود جرب. بعدنا جرب العوينات قرر انه يستعيرها منه ويفرجيها لام العبد. بعد اصرار كثير ومحاولات اقناع ابو صطيف انه يستعيرها، دخل ابو العبد على بيته وشاف مرته مع واحد مزلطين بغرفة النوم، شلح العوينات كمان مزلطي، رد لبسهم نفس القصة، ضرب ابو العبد على راسه قال يلعن حظي شو بدي اقول لابو صطيف، خربطت له العوينات. وصل مصلح البرادات لعند هيفا وهبة، بعد ما خلص سألتها جارتها ولك قديش طلع عليك؟ قالت لا طلع 4 مرات. قال له ليش بتحب هيفا وهبة تقطع الكهرباء؟ عشان تقعد على الشمعة. شاف ابو العبد وحدة حلوة بالشارع، سألها قال لها ليك بحب ما موت وأعرف شو في تحت هالتنورة. ردت على البنت وقالت له في جهنم الحمراء يلي تحرقه. قام قرب علي أبو العبد قال له طيب ممكن تشوي لي هالعرناس؟ نكت مهضومة كل الناجي نكت عنا بالأم العربية حتى بأمريكا وين ما كان ناجي عن الكبت الجنسي أو الحما أو الكنين والكبت العائلي كبت الجنسي عنا هالتابو. عيب وسترة وحرام ديت زبو. بينما البدو الأمريكي أبدا ما عنده، بتروح على السويت لوج يعني بتشلح تيبك وبتقعد رجال ونسوين أو نسوين وحدون ورجال لوحدون أو النسوين مع الأطفال أو الأطفال وأماتهم اللي معاقين، وبيولعوا مثل حمام حطب، بصير تعرق كتير. يلي حدا بيمسح لك عرقك وإذا أنت تعبت كمان بيحفوا لك جسمك. ما بقدر أقول لكم بتطلعوا آخ تخلق من جديد. هالسويت لوج هو مثل كأنك فت على رحمك، بهالرحم استسلام كامل، بتشوف رح تحترق بتهب عليك بس أني بيعرفوا يلعبوها، بدق موسيقى بتصير هالنار تشعلك وتطفيك وتنبيك ويا لطيف. مثل ما عندك ثقة برحم الأم عندك ثقة برحمة الرحمن، هو اللي طعماني وقت اللي كنت بهالعتمة المضوية 9 أشهر وهون 90,000 سنة وسنة.